مرحبا، معكم سهى من سهز ديشز. وصفة اليوم طريقة تحضير الحشوة لحبشة العيد. اليوم رح أطبخ الحشوة وبكرة بحشي الحبشة وبتركها بالبراد لبعد بكرة، يعني ليوم العيد، عيد الشكر Thanksgiving. كتير مهم وضروري التحضير المسبق لمأكولات العيد حتى نكون منظمين ومرتاحين بالوقت وبالشغل. بالطنجرة اللي رح أطبخ فيها حطيت 3 ملاعق طعام، 3 ملاعق كبار سمنة. ممكن حط نص الكمية زيت زيتون مع سمنة أو شوية زيت مع زبدة. المكونات اللي أنتوا بتحبوا تستخدموها بتقدروا تستخدموها. أنا حبيت بهالوصفة استخدم السمنة حتى مأكولات العيد تكون دسمة وطعمتها طيبة. هلأ بولع النار على حرارة بين الوسط والعالي حتى تحمى السمنة قبل ما اضيف عليها اللحمة. كمية السمنة مثل ما قلت لكم 3 ملاعق كبار، بس مش الملعقة اللي بناكل فيها بملعقة العيارات، لأنه إذا منعبي الملعقة اللي بناكل فيها كتير سمنة ممكن تطلع يعني الملعقة الواحدة ربع كوب معنا. لهالسبب عم بحكي عن ملاعق العيارات. بالوزن عندي 45 جرام من السمنة. هلا بس تبلش تحمى السمنة رح زيد كمية اللحمة. فرمت على ايدي 400 جرام من لحم البقر، فرمتهم فرم يدوي بالسكينة على اللوحة. في ناس كتير واغلب الناس بيحبوا يستخدموا اللحمة المفرومة اللي بتشتروها جاهزة، هالشي خياركم بيرجع لإلكم. انا بحب استخدم اللحمة اللي بفرمها بالبيت، ما بحب اللحمة الناعمة اللي بنشتريها من المحلات. بقلب اللحمة حتى ما تعود ني، يعني حتى تستوي اللحمة وما عود مبينة شايفة انه عندي لحمة ني. هلا بزيد على اللحمة ملعقة صغيرة من الملح، بستمر بالتقليب بالتحريك دقايق قليلة حتى تستوي عندي اللحمة. منشوف كيف المي بتنزل من اللحمة بانتظار انه كل المي تتبخر. خلي هلأ اللحمة على الحرارة العالية، ما بيكون عندي خوف اذا بهاللحظة بستعمل الحرارة العالية، لان بدي انه كل هالمي تنشف وتتبخر. اللي بيحب يستعمل لحمة الغنم، لحمة الخروف، اكيد بنقدر. هالشي بيرجع لذوقكم ولرغبتكم. وهيك المي نشفت عندي من اللحمة مثل ما انتم شايفين. بقيت السمنة اخذت وقت 7 دقايق. بهاللحظة رح زيد كوب وربع من المي. عندي مي سخنة بزيد على اللحمة. بس تبلش المي تغلي بخفف الحرارة على الآخر. بطبخ اللحمة على نار خفيفة كتير مدة نص ساعة، وأكيد تكون مغطية الطنجرة. بعد نص ساعة بضيف المكونات الباقية. هلأ بزيد الرز. غسلت ونقعت 2 كوب رز أمركاني حبة طويلة، غسلتهم مرات عديدة. بالوزن كانوا 400 جرام، يعني كوب ممسوح أكثر شوي من ممسوح. 2 كوب من مرقة الدجاج اللي أنا بحضرها بالبيت. رح أترك بصندوق الوصف الرابط لطريقة تحضير خلطة السبع بهارات وطريقة تقطيع اللحمة وطريقة تحضير مرقة الدجاج. عندي مكعب من مرقة الدجاج بيعطي طعمة كمان كتير طيبة. البهارات اللي رح زيدها ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة جوزة الطيب، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونص ملعقة صغيرة ملح. هيدي البهارات كتير كافية لهالكمية. هلأ برفع الحرارة بخلط كل المكونات مع بعضها وبترك الرز حتى يبلش بالغليان.
بس يغلي الرز بخفف الحرارة على حرارة واطية حرارة خفيفة حتى الرز يستوي. تقدروا تستخدموا أي نوع من الرز بتفضلوا، ودايما بدنا نضل متذكرين إنه الرز المنقوع بياكل كمية مي أو مرقة أقل من الرز الغير منقوع. هلأ بغطي الطنجرة وبترك الطبيخ يغلي، بس يبلش الغليان بخفف الحرارة على الآخر حتى يستوي الرز كليا. شلت الغطاء حتى تشوفوا كيف شكل الرز ببين. هلأ رح أطفي النار، الرز استوى بعد مرور 20 دقيقة. برجع الغطاء على الطنجرة وبترك الرز 10 دقايق قبل التحريك. وهيدي الحشوة بعد التحريك، نزلتها بصينية واسعة حتى يبرد الرز بسرعة. منظرها بجنن وطعمتها شهية. منحمص صنوبر ولوز ومنزيد عليها، بس لأن عندي أشخاص ما بيحبوهن رح حطهن بصحن على جنب، وعند التقديم يلي بده بزيد. بنتظر حتى الحشوة تبرد كليا، بغطيها وبتركها بالبراد لأن أنا بحتاجها بكرة مش اليوم. أما إذا كنتوا اليوم رح تحتاجوها بتتركوها حتى تبرد كليا وبتستعملوها. هالوصفة بعدة وصفات، ممكن ناكلها وحدها مع سلطة أو لبن وخيار، ممكن نزيد عليها دجاج مطبوخ، بتصير رز على دجاج وحشوي للدجاجة أو حشوي للحبشي. كيف ما اخترتوا تقدموها رح تعجبكن كتير. مش أي حشوة منطبخها بتكون طيبة، بس أكيد إذا استخدمتوا المكونات يلي شفتوها رح تقولوا هيدي أطيب حشوة دقناها بحياتنا. بتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكن.